السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. رجل صلى العصر لوحده معتقدا أن المساجد قد خرجوا من الصلاة، فلما انتهى من الصلاة تفاجأ بأن الصلاة قام، فهل يصلي مع الجماعة ماذا يفعل؟ هذا صلى وهو معذور، يوم يصلي معذور، يظن الناس قد صلوا، فهو أدى الفريضة، أدى الفريضة والحمد لله بناء على اجتهاده. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.